السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير العصبان. العصبان يعني بعثوا لي عليه الناس بالبزاف. اليوم بإذن الله راحين نديروه. نروحوا للمقادير. هنا كما قلت لكم هذه هي الدواره. شوفوا الدواره انايا سلختها، جاب لي دواره كحله وجدرت لها مويها سخونه وكرتها بالموس. بون كاين اللي يقول لك دير لها باكي تاع لا لوفور، كاين يدير لك دير المهم. الناس زمان يدير لها الجير كاع باش تنوض هكذا كرفدوها، يعني تولي بيضه كي القطن. هذه هي هنا الغنوج واش درت له اللي هي الريه، غليتها مليح خليتها بردت وقطعتها مكعبات صغار كيما راكو تشوفوا. هادوما اللي قعدوا لي لي شوت تاع الدواره دوكا قطعهم بالمقص بشويه، ومام كي نقطع الدواره وندير يعني هادوك الزيمه تاع الدواره لي بقاو لي نزيد نقطعهم ونديرهم هنا مع الريه. كاين ناس يحبوا يزيدوا يديروا لحم كفت لا فيوند هاشي، هذوك الواحد يعني بالك يكونوا في دار غاشي ودار عيال يحبوا يديروا لحم كفت يزيدوه مع الريه. انا اعوذ بالله من كلمه انا راح نعطيكم الوصفه تاعي يعني التقليديه الاصيله. هذه هي دوك نبداو ندوز نقبل العصبان تاعنا. هنا شوفوا ها هيك، انا ننصحكم تخدموا بالمقص، هذا مقص تاع الكوزينه بيان سور، بالمقص يجيكم ساهل على الموس بالبزاف. هكذا طريفات صغار مكعبات كما يقولوا هكذايا. شوفوا كيما الشطيحه تاع البوزيلو في للعيد الكبير باذن الله، راني درتها راي في الفيديو تاعي. البكبوكه راني دايرتها في الفيديو تاعي، راني دايره البكبوكه والشطيحه تاع البوزيلو يعني على الطريقه التقليديه الاصيله. دونك تقدروا تشوفوها هكذا. هذه نديرها غير طريفات صغار هكذايا. كاين اللي يخلي شويه المصارن يديرهم، كاين يحب فيها الشحم يديروا لها شويه تاع المصارن، يغسلوهم بالطبع يقطعوهم، حبيتو تغليوهم حبيتوهم تغسلوهم بالطبع بالماء والخل وتقطعوهم صغار ديروهم مع الغرنوك هكذا مع الريه تاعها هكذايا. دوك نكمل نقطع هذوما. هنا هذا الروس اللي راني شللته هكذا، انا نحب ندير في الصحفه ولا في حاجه كبيره من 9 باش نقدر ندوزن بالطبع. شوفوا هذا الراس تاع الثوم اللي راني دوزنته ولا ريحيتو، ماشي ريحيتو اللي درسته بالثوم يا حي عليا، هذا الثوم اللي درسته بالملح فوالا هاكو تشوفوا. باسكو دي فوا كي نحط الثوم مدروس هكذا يقول لي مدام ديرهم نسيتي الملح. يا اخي نقول لكم امبوسيبل، نرح ندرسو الثوم بلا ملح هكذايا. هذه عندي الحميصه هكذا راني كي دوسيتها هكذايا، عندي حشيش مقرفة. شوفوا يا البنات لازم الربطه تاع الحشيش مقطفة تكون الله الله هكذا، صحه كامل هكذا حتى نكملها دوك كامل، حتى نكملها كامل. ندير الزيت بسم الله، ندير واحد ربع مغارف تاع الزيت ونبدا ندوزن. شوفوا هذا الحار، الحار نخليه من بعد باسكو نحي زوج حبيبات ولا بلا حار، باسكو عندي اللي ما ياكلش الحار، من بعد ندير له الحار. هذا عكري بسم الله، دوزنوه مليحه باش يجيكم الشباب يجيكم مع نار الله الله. وهذه الكرويه. العصبان لازم الكرويه هكذا. شوفوا انا قلت لكم شحال من خطره اني نشوف الناس تدير الكمون للدواره، يعني انا ماشي اعوذ بالله من كلمه انا، يعني الاصل تاع الدواره سي بيان الكرويه، بوزلوف الكمون. هذه هي لازم نديروا الفرق بين الماكله، ماشي كلشي نديروا له كرويه كلشي نديروا له كمون وراه البنات. دونك اون في با دو ديفيرونس، يعني ما نديروش الفرق بين البنات
وهي لا لا لازم كل حاجه تعطوها البنات تاعها. وهذه الطوماطيش مصبره هكذا. انا قلت لكم كاين اللي يحب يدير اللحم كفت يدير، انا اللي درت لكم الطريقه التقليديه. درنا الغرنوق، درنا لي بتي ديشي هذوك تاع الدوار اللي يبقاو مازال دوك نحي كي نواسي الدواره من تبقاو لي ديشو تزيد نديرهم لداخل. عندنا حشيش مقطفه، الحميصه، الروز، الزيت، طوماطيش مصبره، العكري، ديروا الحار والكرويه. هذه الثوم بيان سور مدروس بالملح. هكذا دوك نخلط كلش. كي ندخل الدوزين كاع في بعضه واش ندير؟ نبدا نقطع الدواره العصبانات هكذا. هنا شوفوا ها هي الدواره راني خيطتها دوكا مع دو ديروا الكيودون. درت لكم الطريقه التقليديه تاع زمان. شوفوا هنايا واش ندير، نعمر، عمرو بيديكم ما كاين لا مغرف لا والو. هكذا قلت لكم نحي زوج حبيبات برك اللي ماشي حارين، من بعد نزيد لها شويه تاع الحار. هكذا نكملها مسكم نعمرها، ما تعمروش بزاف الستار، ما تعمروش بزاف بزاف. علاش؟ باسكو الروز يتنفخ. هكذا وغرزة هنا وغرزة لهيه كيما نقولوا. ديجا حنا بكري كي الخياطة ما تكونش مخيطة مليح تقول لك خيطتيها كي العصبانة. هانا هكذا زيد لها شوية برك، مي كيما قلت لكم الروز يتنفخ يفوا فيها اتونسيون. هكذا وننصحكم يعني خير من الكوردون. هكذايا سهل كي يطيب وجو تاكلو، الخيط تسلوه تم تم يتنحى. فوالا كمل نفذ نفدات نفدات هكذا كراني نغرز هكذا. هنا ندير لو ديغني نو هكذا ندخل فيه اي فوالا. نقص هكذا نخليو دائما شوفو نخليو شويه خيط هكذا. كي قطعتها دوك واش ندير؟ نديرها هكذا بالبرا. علاش؟ باش كي نديرها في لاكوكوط مينوت تطلق لي البنه ديالها. هكذا ها هي قدامي الكوكوطه، ها هي قدامي ونحط ونبدا بشويه هكذايا حتى نكملهم كامل. هنا نزيد نعمر الثانيه. كي ترفدو رفدو كلش ماشي غير حاجة برك. هكدا فوالا شوفها هي معمرة مليح تخي بيان. هكدا دوكا نزيد تاني نخيطها بالك برك في البرا كيما قلتلكم. شوفو كي ديروها في الكوكوطة تقبوها بالبرا كيما وريتلكم. دوك نزيد نكملكم هذه، ما دوزنو والو ما ديرو حتى حاجه، ديروا لها غير شويه تاع الماء وخلوها طيب. هذاك الدوزين اللي راهو في الدواره الداخل في العصبانات كاع يخرج الماء ديالو هكذا. كملوا كامل ديروا لو ديرني نو هكذا، النفده الاخرانيه ولا الغرزه الاخرانيه يديرها ميزلقو. من بعد نعقد هنا ندخل فوالا اي فوالا، نقطع بالمقص سته نخلي فيه شويه هكذايا. نشد البرا تاعي نسقمو مليح ونتقب هكذا باش يخرج لي الدوزين تاعو كامل. دوك انا نكمل العصبانات تاعي كامل ونولي لكم. راني درت العصبانات لداخل بيكيتهم بالبرا كيما شتوني، وندير قيس واحد القيس كاس تاع الماء هكذا ما نزيدش، نخلي يطيب العصبان. شوفوا العصبان يبدا يطلق في الدوزين اللي راهو لداخل، ندير العصبانات يطيبوا. من بعد ما يطيبوا لي انا واش حندير؟ حندير الجلبانه. كان يحب يديرها باللفت، كان بالجلبانه، كان بالكرومبيت، كل واحد كيفاش يعرف. كان يحبها غير هكذاك بالحميصه هذا ما كان. المهم كيما حبيتوا، الا كنتوا فراد يعني العائله بزاف تقدروا ديروا خضره معها جلبانه ولا حاجه اخرى. درك نخليها طيب،
من بعد قبل ما ندير لها الجلبانه نشوفها الا مخصوصه شي دوزين، يا عكري يا حار يا كرويه يا طوماطيش يا شويه ليدام. العسبه لازم يجي مدوزن فور، يعني يجي مدوزن بالشباب ولونه لازم يكون شباب. نشوف الا لازم تنزيد لها شويه دوزين، اللهم بارك. شفت الدوزين اللي كان داخل اللي تلقاته كامل العصبانات، سي بون ما نزيد حتى حاجه. هذه هي تكون، خلي العصبانات يطيبوا من بعد نرمي لهم الجلبانه. شوفوا هنا راهي هذاك العصبان طاب، واش راح ندير؟ راح ندير الجلبانه. انا قلت لكم كل واحد كيفاش يحب، كاين اللي يحب يدير الجلبانه، كاين اللي يحب يدير خضره واحده اخرى، واش تاكلوا في الدار ديروا، وكاين اللي يديروا غير بالحميصه هكذا. انا زدت غير شويه تاع الماء، اكو تشوفوا ما درت له والو الدوزين، حاجه ما زدتها له من الدوزين تاع العصبان داخل ما زدت والو. دوك انا واش ندير؟ كي طيب لي الجلبانه طيب، قبل ما طيب ندوق واش مخصوص، ملح كما قلت لكم الا حبيتها حاره كتر كتر، الا مخصوصه طوماطيش واش كانت مخصوصه نزيد لها هذا ما كان، ونخلي الجلبانه تطيب في غرتها. دوكا هذا هو العصبان تاعنا اللي طيبناه مع بعض، كما راكم تشوفون حليت لكم حبه العصبان، ها هوك الرز وال الحميصه والريال اللي لداخل وكل شيء، والجلبانه المرقه والجلبانه. شوفوا لازم تكون شويه ميدمه وتكون شويه حاره باش تجيكم بنينه. واني زدت شويه حار اللي وريته لكم لا فيديو اللي فاتت، درت لكم الحار وفلفل حار بالطوماطيش والثوم. هذه هي انا نحب حاجه إيه كيما قلت لكم، ندير في بواطه وندير كل يوم نحط شويه فوق الطابله. هذا هو العصبان تاعنا، كيما قلت لكم حبيتوا ديروه بالجلبانه، حبيتوا ديروه بالقرعه، حبيتوا باللفت، حبيتوا كيما حبيتوا واش عندكم كاين ديروا به، حبيتوا غير بالحميصه يجي شور شطيطها ثاني يجي هايل. هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وهذا اللي لبيت الطالب نتاعكم. نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله، مع اللي غنقول لكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.